تبقى القليل القليل من الأحياء التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة. الجيش يحكم سيطرته على بستان القصر والكلاسة وباب أنطاكيا وكامل المدينة القديمة ومحيط قلعة حلب. الرئاسة الروسية تؤكد على دعم الجيش العربي السوري حتى فرض سيطرته الكاملة على حلب. أقول لشهدائنا الأطهار ولمجد الروح فلترقد أرواحكم بسلام. ومثل ما وعد الرئيس بشار الأسد حلب بعيوننا وعد وأوفى. حلب هي الصمود. المواطنون يحيون انتصارات الجيش ويشددون على إنجاز دحر الإرهاب. وفي ملفات الحدث انتصارات الجيش تنعكس تخبطا وارتباكا في آلة العدوان الإرهابي الإعلامية. الرابعة تماما في دمشق العروبة، حلقة جديدة من استديو الحدث، أهلا بكم. يتهاوى الإرهاب المدعوم إقليميا وغربيا على أرض حلب الشهباء، ويتقدم الجيش والحلفاء مطبقين على ما تبقى من أدوات العدوان الإرهابية على الشعب السوري الذي لم يستثني الأطفال والنساء وكبار السن من إجرامه. أوراق المفلسين ورهانات واشنطن ومن يدور في فلكها من أنظمة رعاية التكفيريين في الخليج وتركيا تتساقط تباعا على وقع الانتصارات التي يسطرها الجيش العربي السوري، وفي ظل الالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة ضمانة الأمة ودرعها، تطورات تتسارع مغيرة شكل الميدان ومعادلات المعركة تنعكس تخبطا في أنظمة رعاة الإرهاب، حيث تحدث شهادات المدنيين المحررين من أحياء حلب الشرقية وتقدم الجيش تحدث تسونامي يعصف بأوساط المتآمرين لتبقى قلعة حلب عنوان الشموخ السوري الذي لا ينحني أبدا. إذا متابعي الإخبارية السورية، الآن نحن متواجدين داخل منطقة بستان القصر جامع حذيفة، هذا المسجد الذي كان خط تماس تعتبره المجموعات الإرهابية المسلحة، ولنرى ماذا فعلوا في القرآن وماذا فعلوا في كتاب الله المقدس. هم يتحدثوا بالدين ولكن الدين بريء منهم، وهذا ما عرفه جميع أبناء الجمهورية العربية السورية. واقع أيضا نقلة لرصد واقع جامع حذيفة والدمار الكبير، ووصولا إلى النقاط التي تقدمت إليها قوات الجيش العربي السوري زحفت إليها منذ منتصف الليل مع فلول المجموعات الإرهابية المسلحة من هذه المنطقة. نحن نتحدث الآن عن المباني المتواجدة أمام شاشة الإخبارية السورية، مباني التربية، مساكن التربية في بستان القصر. نلاحظ واقع الدمار الكبير، أينما تتواجد المجموعات الإرهابية المسلحة يتواجد الدمار. نعم، يعني اليوم بعد أن حرر الجيش العربي السوري بستان القصر أهم معاقل المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية من حلب وحي الكلاسة، نستطيع الحديث أن يعني تبقى القليل القليل من الأحياء التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة. من هنا من هذه المنطقة التي حررها الجيش وهذه النقطة الخصوصية جدا حيث التقت القوات بين قلعة حلب وبين القوات المتقدمة من منطقة مساكن هنادك
كانوا في بداية العملية العسكرية باتجاه حي الشعار ومشفى العيون وصولا إلى منطقة باب انطاكيا التي أقف فيها. هنا التقت قوات الجيش العربي السوري منذ أسبوع وتمكنت عبر عملية الالتقاء وخط الفصل بين الأحياء الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، تمكنت من يعني تحقيق انهيار للمجموعات الإرهابية المسلحة. هذا هو إياد باب انطاكيا، المعلم الأثري الذي يحوي على أحد المقامات الدينية والذي يقودنا إلى قلعة حلب. يعني هذه هي بداية المنطقة الأثرية. يظهر معي إياد، يعني هذا هو الباب. نلاحظ يعني بعض الدمار الجزئي في هذه المنطقة. يعني إياد سأدخل يعني إلى هذا الباب، هذه المنطقة. إياد، هنا يعتبر أهم معقل لجبهة النصرة. خلال 6 سنوات من عمر الأزمة السورية كانت تتحصن في هذه المنطقة. نحن ندخل لأول مرة، يعني عدسة الإعلام تدخل إلى أول مرة. نلاحظ يعني هذه هي منطقة الباب الأثري، ويعني هذه المساتر الترابية التي كانت يعني تتحصن فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. يعني هنا لواء فرسان التوحيد كتب في هذه المنطقة. يعني إياد، تلاحظ طبيعة المنطقة جغرافيا وقدم هذه المنطقة والبناء الحجري القديم هو من ساهم إلى حد كبير يعني بتحصن المجموعات الإرهابية لحمايتها من تقدم الجيش العربي السوري وسلاح يعني الجو العربي السوري في محاولة كانت تحتمي في الأبنية الأثرية والأبنية المكتظة. وكان مراسل الإخبارية في منطقة الصالحين بحلب قد واكب خطوات الانتصار. متابعي الإخبارية السورية، نحن الآن من أرض الانتصار وأرض الفخار من منطقة الصالحين. سيطرة كاملة من قبل الجيش العربي السوري وقتلى ومرتزقة تملأ شوارع منطقة الصالحين. نحن الآن مع رجال الله، رجال الجيش العربي السوري بمنطقة الصالحين بالجهة الجنوبية لمدينة حلب، وبعد تقدم الجيش من منطقة كرم حومد امتدادا لمنطقة باب النيرب، وصولا الآن العملية العسكرية تدور بمنطقة الفردوس وتطهير المناطق بشكل كامل. أهلا بمن زارنا الآن، والورد فتح وفاح الريحان، وجيش الوطن وقائد الوطن في القلب والشريان. تم السيطرة على منطقة الصالحين وكرم حومد، وبعد الرميات الثقيلة والقوية تم تقدم القوات المشاة والسيطرة على المناطق. حملة وعدنا منتصرين. نحن راح نضل نقاتل الإرهاب، لأنه شعارنا هو تحرير كل الأرض سورية من الإرهاب. نحن الآن متواجدون داخل إحدى المقرات الإرهابية التي كانت تتحصن بها بمنطقة الصالحين من الأحياء الجنوبية لمدينة حلب. كما تشاهدون بعد الأحداث الإخبارية السورية، ذلك المقرات، هذا علم جيش الحر الإرهابي. أيضا نتابع هنا تلك غرفة القائد الميداني الإرهابي وعلم جبهة النصرة. تلك السجون لدى المجموعات الإرهابية المسلحة ما تزال مرصودة مقراتهم. كيف شلون كان استقبال جيشكم؟ كيف دخل؟ والله استقبال الجيش كويس، الحمد لله رب العالمين، فضلكم باركنا هون بالمنطقة. منين طلع؟ من السكري.
احكي لنا شلون كان استقبال الجيش؟ والله احلى احلى شباب النمورة انتم وحق محمد النمورة، عمري 60 سنة وانتم النمورة. الحمد لله على السلامة يا عمو. الله يسلمك يا روحي. طلعت يا عم منين؟ والله جينا من السكر يا روحي. شلون كان استقبال الجيش لكم؟ والله الله يجزيهم الخير ويحميهم ربي بجاه محمد. يا سيدي نعم حقا وصدقا اكرام ولاد اكرام. عمليات عسكرية نوعية يقوم بها الجيش العربي السوري ويطارد المجموعات الإرهابية المسلحة ويضيق الخناق أكثر وأكثر عليها. أحمد صادق للإخبارية السورية من حي الصالحين. وللإضاءة أكثر مشاهدين على هذه التطورات يسرنا أن نرحب باستوديو الحدث بالدكتور أسامة دنور المحلل والباحث الاستراتيجي. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بكم. إذا حوالي 99% اليوم من مدينة حلب، أحياء مدينة حلب بالأحياء الشرقية تحت سيطرة الجيش العربي السوري. كيف يمكن أن نفسر هذه الانهيارات المتسارعة دكتور أسامة بالساعات الأخيرة في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة سيما في الأحياء السكري الكلاسة بستان القصر التي كانت تعتبر هي الأكثر تحصينا حقيقة لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة؟ يعني يبدو واضحا بأن المجموعات الإرهابية المتحصنة في هذه المناطق فقدت إرادة القتال، يعني لأنه طبعا بات من الواضح أنه لا أفق للاستمرار في الاستعصاء في هذه المناطق، لا يمكن التعويل على أي تغيير نوعي أو انزياح في مشهد الحصار المحكم على المناطق التي يحتلها الإرهابيون في الأحياء الجنوبية والشرقية من جنوب شرق حلب بالأحرى. فطبعا يترافق ذلك مع استنفاد المخزون اللوجستي والذخيرة لدى هؤلاء وأيضا استنزافهم من حيث أو من ناحية العنصر البشري. ذكرت إحدى الصحف الأجنبية وهي لجورنال دو ديمانش بأن مخزون التاو صواريخ التاو لدى هؤلاء قد استنفد وكان يلعب دورا هاما في تأخير تقدم الجيش العربي السوري طبعا لنتيجة استهدافه لسلاح المدرعات والدشم والتحصينات التي يقيمها الجيش العربي السوري. أصبح مجموعة من العوامل انهيار معنوي سقوط أي تعويل على الداعمين الإقليميين اتضح تماما بأن الطرف التركي يعطي المسلحين والإرهابيين الأذن الصماء، ليس لديه أي شيء لكي يقدمه لهؤلاء. الطرف الأمريكي الآن في حالة عجز ويعني انعدام وزن فيما يتعلق بتأثيره على مجريات الإقليم والمجريات الدولية، وبالتالي طبعا والسعودي غارق حتى أذنيه في المآزق التي لا تنتهي، وبالتالي فأصبحوا هم لا أمل لهم ولا أفق في الاستمرار. وهذا ساعد طبعا إضافة إلى الاستنزاف يعني القوة النارية التي استخدمها الجيش العربي السوري بشكل مدروس، وأيضا خطط الجيش العربي السوري التي اعتمدت على القضم والعزل في الأحياء منذ بداية هذه العملية يعني الأخيرة يعني كان لها الجدوى الكبيرة تماما، يعني تقنين أو الحد من استخدام المكثف للقدرات النارية للجيش العربي السوري. طبعا نحن نعلم بأن هناك قدرات نارية هائلة إن كان في الطيران إن كان في المدفعية إن كان في المدفعية الصاروخية، طبعا كل هذا تم يعني تقنينه لم يتم استخدامه إلا بشكل جراحي ومدروس لتجنب الخسائر ما بين المدنيين. يعني الآن كان الوضع أشبه بعصابة تحتجز مجموعة من الرهائن والآن يخرج هؤلاء الرهائن أو وإلى أي حد خروج المدنيين حقيقة دكتور أسامة بهذه الأعداد الهائلة أيضا سهل العملية على الجيش تماما السوري. هو يعني هم كانوا بمثابة رهائن تماما، هو هذا التوصيف أن عصابة تحتجز رهائن، وطبعا هذا يصعب من عملية الاقتحام دائما في كل إن كان الوضع يتعلق بقوى أمنية أو قوى عسكرية، ولكن عندما يخرج هؤلاء الرهائن من تحت يد المجموعات المسلحة فهذا يطلق يد الجيش في القدرات الاقتحام. طبعا لا ذنب لهؤلاء المدنيين إلا أنهم رفضوا مغادرة منازلهم، يعني نحن عندنا طبعا السوري متمسك بأرضه إلى حد بعيد، هناك الكثير طبعا من سكان هذه المناطق قرر الفرار من تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، ولكن هناك من يتمسك ببيته وبمكانه وبشارعه والمكان الذي ولد به مهما كانت الضغوطات من قبل هؤلاء الإرهابيين. هؤلاء الآن يخرجون على أمل العودة السريعة بعد طرد المجموعات
المجموعات الإرهابية والقضاء عليها في حقيقة حلب كثير من الأهالي عادوا إلى منازلهم وفضل العودة إلى منازلهم، وطبعا هناك جهود للدولة ولمحافظة حلب بإعادة تأهيل هذه المنازل بعد خروج المسلحين. من اللافت دكتور أسامة بأنه هؤلاء المسلحين في هذه المعاقل الأخيرة التي كما قلت لك كانت هي معاقلهم وكانت محصنة كثيرا من قبل هؤلاء الإرهابيين بستان القصر الكلاس السكري، تركوا أسلحتهم، تركوا ذخيرتهم وفروا من 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 هذه الأحياء. أيضا دلالات هذا الموضوع من وجهة نظري. تماما، الدلالات هي واضحة بأن إرادة القتال قد انتهت. يعني طبعا واضح بأن المحدلة العسكرية السورية الروسية المشتركة قد اتخذت قرار نهائي بتطهير كل أحياء حلب الشرقية من المجموعات الإرهابية، وأنه لا مجال ولا يوجد أي طريقة للحيلولة دون تطبيق هذا القرار وتحرير حلب بأكملها. طبعا يعني كان واضحا بأن اليوم كان هناك تصريحات لوزير الخارجية الروسي لافروف، قال بأن الطرف الممثل بالتحالف الدولي لم يكن عمليا يقوم بجهود محاربة الإرهاب، بأنه أخر الغارات على المجموعات المسلحة إلى أن بدأ فعلا الطيران الروسي بتوجيه قواه العسكرية نحو المجموعات الإرهابية، وقال بأنه أي طرف من هذه المجموعات الإرهابية لن يكون جزءا من عمليات وقف إطلاق وقف العمليات العسكرية، لن يكون جزءا من التسوية. وبالتالي انتقل الروس طبعا بالتحالف مع الجيش العربي السوري إلى ما يمكن أن نطلق عليه دي فاكتو جديد، أمر واقع جديد، هو السير قدما في تحرير هذه المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين بغض النظر عن الاعتراضات الأمريكية. يعني قرأ الروس، وكما عبر عن ذلك ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قال بأن الأمريكيون للأسف بإدارة أوباما لا يرغبون أو لا يقدرون على إنجاز التسوية فيما يتعلق ب يعني محاربة المجموعات الإرهابية في حلب، وبالتالي أصبح واضحا بأن الطرف الروسي قد انطلق إلى الأمر الواقع الجديد. وهذا لا يعني طبعا بأن الأمريكي وقف مكتوف الأيدي، ولكن عمليا الضعف الذي ينتاب الإدارة الأمريكية في آخر أيامها يمنعها من أن تحدث فرقا جذريا في المشهد. نفصل أكثر بهذه الجزئية الهامة جدا حقيقة دكتور أسامة، والتي على ما يبدو عول عليها الإرهابيون كثيرا بالأيام الأخيرة لكن دون جدوى. لكن اسمح لي أن ننتقل إلى هذا الرصد من قبل أنس رمضان طبعا الذي رصد لنا المشهد من مناطق باب الفرج وصحة الجابري والجامع الأموي بحلب. متابع نتواجد تحديدا عند ساعة باب الفرج، هذه الساعة التي تعرضت لعدة مرات لاستهداف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على بعد يعني من هذا الفندق، تحديدا من فندق الشيراتون على بعد أقل من 1 كيلومتر، الجامع الأموي التي تعمل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري على تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة. إلى الآن لم يصرح لنا بطبيعة الحال بالدخول كإعلاميين إلى داخل الجامع الأموي، وذلك للانتهاء من عمليات التمشيط وعمليات العمليات التي تقوم بها وحدات الهندسة. لكن في المجمل العام الجيش العربي السوري سجل انتصارات جديدة، لا سيما مع سيطرته على بستان القصر والكلاسة، إضافة أيضا إلى شوارع أخرى في المدينة القديمة. نشير هنا إلى أننا نتواجد في نقطة جدا استراتيجية جدا مهمة لأبناء مدينة حلب في العمق، القصر البلدي الذي كان يستهدف أيضا، القصر البلدي الذي يضم موظفي البلدية ومحافظة حلب الذي كان يستهدف في وقت سابق بالقذائف المتفجرة من المدينة القديمة. أيضا كما ذكرت لكم، ها هي مدينة حلب القديمة تعود إلى ما كانت عليه بفضل الجيش العربي السوري. إذن المعلومات المتوافرة لدينا إلى الآن تؤكد بأن وحدات الهندسة تقوم بعمليات التفكيك للعبوات الناسفة. إذن نحن نتجول حاليا وسط مدينة حلب في ساحة سعد الله الجابري، هذه الساحة التي تعرضت في وقت سابق وتحديدا في عمق الصورة إلى تفجيرات، إلى استهداف بالقذائف المتفجرة. هذه الساحة التي تعتبر كما ذكرت لكم رمز مدينة حلب تشارك اليوم من خلال أبنائها ومن خلال عودة الحياة إليها دون خوف، يعني دون الخوف من القذائف ودون الخوف
من أي شيء تعيش مدينة حلب هذه الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري. سأبقى أيضا مع عدد من المدنيين هنا في هذه الساحة. مرحبا. قبل كل شيء مبروك النصر لسوريا ومبروك النصر لحلب، ووعد الأسد ووفى بوعده. بحب أوجه له رسالة، بيتين شعر أنا حفظان الموقت ما كنت بصف الثامن، بقول فيهم: يا فارس البعث أسرج خيل ثورتنا، رجال من الشعب أو جند من الشهوب، واسمع نداء من التاريخ منطلقا، يا فارس البعث أنت سيد العرب. مرحبا. شو حابين تقولوا للجيش اليوم بهالانتصار هذا؟ الله يسره يا رب، والله فرحنا كثير كثير امبارح، الله يقويه، ان شاء الله نوصل لكل سوريا. للجيش شو تقول اليوم؟ ألف مبروك للجيش، والله يحيي الجيش. الله يحيي الجيش، الحمد لله. الله يحيي الجيش، ألف مبروك لحلب، ألف مبروك لسوريا. مبروك لسوريا، مبروك لقائد سوريا، مبروك للجيش العربي السوري هذا الانتصار الذي تحقق بفضلهم، بفضل دماء شهدائنا. هنا من الجامع الأموي للتو أنهت يعني وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تفكيك العبوات الناسفة والمفخخات والألغام التي وضعتها المجموعات الإرهابية المسلحة داخل الجامع الأموي الذي دخله الجيش العربي السوري، وقام بعمليات التفكيك وإزالة هذه الألغام. نشاهد نحن الآن في باحة الجامع الأموي الكبير في المدينة القديمة، نشاهد هذا الحجم الكبير من الخراب، من الدمار، هذا الحجم الكبير من التدمير الممنهج الذي أقدمت عليه هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. الجامع الأموي الذي كانت تتواجد فيه جبهة النصرة الإرهابية، والتي أقدمت على عدة تفجيرات بأنفاق وتفجيرات أخرى طالت الجهة الأمامية والباب الرئيسي للجامع، إضافة أيضا إلى مئذنة هذا الجامع الأموي الكبير، يضاف إليها سرقة ونهب مقام سيدنا زكريا الموجود داخل الجامع الأموي في المدينة القديمة. نلاحظ هذه الدشم والسواتر التي وضعتها وحولت من خلالها هذه المجموعات الجامع الأموي هذا المكان المقدس إلى خراب ودمار، وإلى جبهة حاولت من خلاله أن تطمس معالم الجامع الأموي، حاولت أيضا كما الجامع الأموي الأسواق الأخرى في مدينة حلب. إذن ها هي مدينة حلب وها هو الجامع الأموي وأيضا أسواق حلب القديمة، تعود إلى عهدة الجيش العربي السوري، تعود إلى أهلها. ها هي حلب تعود إلى أهلها في العودة إلى الجامع الأموي. إذن كنا بهذه المتابعة الهامة حقيقة دكتور أسامة، يعني أن تعود مناطق هي رمز في مدينة حلب كالجامع الأموي وأيضا ساحة صعد الله الجابري وباب الفرج، الناس بحرية اليوم تسير بالشوارع بعد استعادة السيطرة على بستان القصر الذي كانت تنطلق منه القذائف في اتجاه المدنيين وغيرها. جبهة النصرة اتخذت من الجامع الأموي مركزا لها، واليوم جبهة النصرة تعلن مع غيرها من المجموعات الإرهابية الهزيمة الكاملة في مدينة حلب. المؤشرات دكتور أسامة، يعني طبعا هذا التقرير يوحي بكثير من المعاني. أولا ارتاح أهل حلب المناضلين الأشراف الكرماء من هذا يعني الإرهاب الأعمى الذي كان يستهدفهم في مشاغلهم اليومية وفي حياتهم اليومية، وقطع عنهم الماء والغذاء وإلى كل ما هنالك من متطلبات العيش والحياة اليومية. ثانيا يعني الشيء بشيء يذكر، عندما نرى حجم الخراب الذي أحدثه هؤلاء في المسجد الأموي الكبير في حلب، نعود إلى استذكار كل هذا السياق. يعني عندما ينطلق ما يسمى بالإسلام السياسي من تسييس الدين وصولا إلى تسييس المساجد، ينتهي الأمر به إلى أن يتخذ من المساجد دشما ومواقع عسكرية، وهو بذلك يقدم أو يعرض أو يتسبب بأكبر إساءة للمواقع الدينية. طبعا هذا بخلاف ما يقوم به من تدمير ممنهج. أحيانا كانت هناك سرقة للمنبر في الجامع الأموي، كان هناك طبعا الوهابية أقدمت على نسف العديد من المعالم الأثرية الإسلامية والمقامات الهامة إن كان في شرق سوريا وإن كان في الشرق
الشمال وإن كان في جميع المناطق الريفية والمدنية التي تمكنت من الوصول إليها. يعني أكيد من المؤكد أن النفوذ الأساسي لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي تعرض لضربة كبيرة الآن بعد تحرير كامل أحياء حلب. كان يعول كما قلنا يمكن على الداعمين. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن اسمح لي أن نذهب إلى مراسل الإخبارية السورية وليد هنايا في حلب للإطلاع على آخر التطورات. إليك وليد. وليد تسمعني؟ نعم نعم رنا أسمعك جيدا. نعم، ما هي آخر التطورات حتى هذه اللحظة؟ يمكن لم يبقى سوى كيلومتر واحد حتى تتم إعلان أو تعلن السيطرة الكاملة للجيش العربي السوري على كامل حلب. صحيح رنا، وهذه العمليات تأتي تباعا باتجاه ما تبقى من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. نحن نتحدث الآن عن منطقة صلاح الدين وامتدادا إلى منطقة المشهد، هذا المحور فقط الذي يشهد تواجدا للمجموعات الإرهابية المسلحة، منهم فلوا من منطقة بستان القصر ومن منطقة الكلاسة باتجاه هذه المناطق، ومنهم من سلموا أنفسهم. نحن نتحدث عن 375 مسلحا سلموا أنفسهم خلال 24 ساعة ماضية. وأيضا بالتوازي مع هذه العمليات العسكرية باتجاه الأحياء الشرقية، كان هنالك خروج إلى نحو 8000 مدني من الأحياء الشرقية، بينهم 4000 طفل. وهنا نتحدث بأن القيادة وغرفة العمليات العسكرية في مدينة حلب هي تسعى دائما إلى دخول الأحياء الشرقية دون يعني دون التمييز في دخول الأحياء الشرقية، مع تأمين خروج المدنيين من تلك الأحياء. أيضا الجيش العربي السوري الآن عملياته التي أتت تأتي تباعا باستهداف معاقل الإرهابيين في منطقة صلاح الدين وامتدادا إلى منطقة المشهد. واليوم نتحدث بأن المسلحين هم انسحبوا عن طريق محور جسر الحج امتدادا إلى قرية أو ضيعة الإنصاري وامتدادا إلى منطقة المشهد. هذا المحور فقط بات أمامهم في وقت سابق قبل وصول الجيش العربي السوري إلى دوار جسر الحج. الآن نتحدث عن 98% من المساحات هي حررت، بقي حوالي 2%، والمناطق التي بقيت هي لم تكن ذات صعوبة على الجيش العربي السوري الذي دخل مساحات شاسعة في وقت سابق. اليوم نتحدث عن مساحة هي وصلت حتى 42 كيلو متر مربع من الأحياء الشرقية، 42 من أصل 44 كيلو متر. إذن العمليات المكثفة تأتي تباعا. وجدير بالذكر أنه عندما نتواجد داخل الأحياء التي يحررها الجيش العربي السوري نشاهد تماما المستودعات الممتلئة بالمواد الطبية وبالمواد الغذائية التابعة للإرهابيين، وأيضا نشاهد تماما واقع المستودعات المليئة بالذخيرة. المجموعات الإرهابية المسلحة هي اتخذت المساجد والمدارس لجعلهم مستودعات للذخيرة لهم. وعند يعني تصوير المشاهد من داخل تلك المناطق، هذا يعني بأن المجموعات الإرهابية المسلحة لديها امداد يكفي تحارب فيه لأشهر قادمة. ولكن التخبط الكبير الذي وضعهم في صفوف بعضهم وقيام الجيش العربي السوري بالضغوطات باتجاههم عبر كافة الوسائط النارية، هذا ما جعلهم يتخبطون وينسحبون منطقة تلو الأخرى. العمليات أتت منذ 20 من الشهر الماضي باتجاه المحور الأول، محور الشمال الشرق من مدينة حلب والبداية من مساكن هنانو امتدادا إلى عدد من المناطق الأخرى. أيضا المحور الآخر ريف حلب الجنوبي كان له الدور بالوصول إلى منطقة كرم الميسر وكرم الطراب وامتدادا إلى مشفى العيون، ومن مشفى العيون اتخذ الجيش العربي نقطة استراتيجية من خلالها بالدخول إلى أحياء المدينة القديمة، ومن ثم التقدم والسيطرة على منطقة باب الحديد مع غارات كبيرة. أيضا المحور الثالث من المدينة القديمة داخل مدينة حلب كان هنالك عمليات عسكرية بحتة مكثفة ومركزة عبر سلاح الجو باستهداف معاقل الإرهابيين. كل الاستهدافات هنا نؤكد رنا هي تأتي بعد طلعات استطلاعية من قبل سلاح الجو باستهداف معاقل الإرهابيين، والإصابات هي تكون مركزة 100%. واليوم نتحدث بعد كل تلك العمليات بأن الجيش العربي السوري استعاد كامل المدينة القديمة، استعاد أعداد كبيرة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، والآن العمليات هي بقيت مستمرة مع تضييق الخناق
على الإرهابيين داخل منطقة صلاح الدين وامتدادا إلى منطقة المشهد وما تبقى من منطقة تل الزرازير المحازية تماما لمنطقة السكري التي استعادها الجيش العربي السوري، وأيضا ما تبقى من منطقة سيف الدولة. العمليات تأتي الآن تباعا من محور السكري باتجاه تل الزرازير ومن محور العامرية باتجاه منطقة العامرية وما تبقى من صلاح الدين، وأيضا من منطقة سيف الدولة باتجاه البريد وكتل استراتيجية، ومنها يسعى الجيش العربي السوري للدخول إلى منطقة الزبدية شبة تشلبي وبالتالي تأمين كامل الأحياء الشرقية. إذن نحن ننتظر ومن نصر إلى صبر ساعة. أي الجيش العربي السوري كان له الدور في وقت سابق عبر عمليات عسكرية بحث السيطرة من خلال على مساحة كبيرة، والآن ساعات قليلة هي تفصل مدينة حلب عن إعلان النصر الكامل باستعادة كافة الأحياء الشرقية لمدينة حلب. هذا فيما يخص الواقع الميداني، أما فيما يخص الواقع للبنى التحتية والواقع الخدمي، محافظة حلب وأيضا مجلس مدينة حلب يقوم بكافة التجهيزات والمنتشر على طول الأحياء التي استعادها الجيش العربي السوري امتدادا من دوار الساخور وصولا إلى دوار شعار دوار الحاوض. كل العربات التابعة لمجلس المدينة هي منتشرة، والآليات لإزالة لإزالة كل السواتر الترابية وأيضا وحدات الهندسة هي تواجدت صباح اليوم في منطقة بستان القصر، وحدات الهندسة لإزالة السواتر ولإزالة أيضا الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة قبل فلولهم. هي المنطقة كذات منطقة الكلاسة أيضا وحدات الهندسة تقوم بتفكيك العبوات الناسفة منها. إذن اليوم مدينة حلب تدخل إلى حياة قد نعتبرها حياة جديدة ممتلئة بالنصر والأفراح، بعدما كان لها أيام وسنين دامية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. أما إذا ما عدد إلى منطقة بستان القصر ناهيك عن يعني السيطرة على مناطق ومساحات جغرافية، فجيش العربي السوري دخل زحف إلى منطقة بستان القصر مع انهيارات المسلحين وانسحابهم. هذه المنطقة كانت تورد في وقت سابق عشرات القذائف الصاروخية، هي طالت منطقة الفيض، منطقة بستان الزهرة، امتدادا إلى محيط القصر البلدي، ساحة صاد الله الجابري. تلك القذائف هي كفيلة باستشهاد آلاف المدنيين أطفال ونساء وشيوخ من مدينة حلب. اليوم جعلت منطقة بستان القصر ارتياحا تاما للشارع الحلبي باتجاه المناطق التي ذكرتها، وأيضا هذه المنطقة هي أبعدت قذائف الحقد إلى ما بعدها، واليوم بقي فقط مناطق قليلة كما ذكرت وليد يعني 1% وجيش العربي السوري سوف يتجه بعدها إلى الأطراف الغربية لمدينة حلب، وهنا نتحدث لتأمين كامل الأطراف الغربية لمدينة حلب. اليوم تشهد مدينة حلب تساقط لقذائف صاروخية وصواريخ بعيدة المدى، هي تأتي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في منطقة البحوث العلمية، الراشدين الأولى، الراشدين الثانية، امتدادا إلى الراشدين الرابعة والخامسة. الصواريخ تستهدف الأحياء الأمنة ومن ضمنها منطقة الفرقان. أيضا تلك الصواريخ كانت كفيلة حتى اللحظات باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين. الجيش العربي السوري يسعى مرارا وتكرارا يعني تأمين مدينة حلب بشكل كامل بالمرحلة الأولى وبالمرحلة الثانية تأمين ريف حلب. واليوم نتحدث بأن مدينة حلب من الشمال والشرق والجنوب الغرب باتت آمنة، لا يصلها أي قذائف الحقد سوى الريف الغربي. بعد السيطرة على كامل الأجزاء الشرقية يكون للجيش العربي السوري الدور بتأمين الطرف الغربي عبر التوغل والسيطرة على منطقة خان العسل، البحوث العلمية، الراشدين بفئاتها الخمسة. بذلك يكون الجيش العربي السوري أبعد الخطر لربما نوعا ما عن الأطراف الغربية لمدينة حلب. نعم وليد، يعني رغم أن هناك بعض القذائف تسقط إلا أن هذا لا يفسد فرحة الحلبيين ببشائر النصر التي باتت تلوح بالأفق. يعني تابعنا برسائل سابقة بأنه الناس نزلت إلى الشوارع وتسير والحركة طبيعية، وأيضا حتى المناطق التي كانت تتعرض وكانت تحت سيطرة الإرهابيين، يعني الناس اندفعوا باتجاهها كمنطقة الجامع الأموي، ساحة سعد الله الجابري، وأيضا ساحة باب الفرج، أليس كذلك؟
صحيح رنا، نحن كنا قد رصدنا يوم أمس عبر التغطية الخاصة أفراح النصر التي حققها جيش العربي السوري والمواطنين في حلب. هذا النصر ليس فقط لمدينة حلب صراحة رنا، هو لكل الجمهورية العربية السورية. مدينة حلب الآن هي بدأت تعود إلى واقعها الحيوي، واقع السير حتى فيها بدأ متواجد بشكل أكبر. نتحدث أيضا بأن الأفراح هي تعم جميع شوارع مدينة حلب، حتى اللحظات المسيرات الجوالة هي متواجدة، والتجمعات الوطنية هي متواجدة مع الهتافات الوطنية، والجميع يهتف للجيش العربي السوري الذي كان من خلاله الخلاص يعني لهذه المدينة من رجس الإرهابيين وتطهيرها من دنسهم. اليوم نتحدث عبر شاشة الإخبارية السورية عن لسان كل مواطن حلبي، وهو تحدث مساء أمس عبر الاحتفالات التي كنا قد وافيناكم فيها ورصدنا استطلاعات المدنيين من خلالها بأن الفضل يعود دائما لأبطال الجيش العربي السوري، وهم صمدوا على مدار العوام الخمسة عوام ونيف الماضية، والآن مدينة حلب تنفض عنها غبار الإرهاب وتعود من جديد. وبانتظار حقيقة وبانتظار وليد نعم وبانتظار إعلان النصر الكامل طبعا القريب جدا على كامل مدينة حلب. بدي أشكرك وليد هنايا مراسل الإخبارية السورية على هذه المعلومات قدمتها لنا مباشرة من مدينة حلب الصمود وحلب الانتصار، شكرا جزيلا لك. دكتور أسامة، يعني المجموعات الإرهابية المسلحة كما قلنا تسيطر على أجزاء قليلة أو متواجدة بأجزاء قليلة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، لماذا طبعا هذا الفرار وهذا الإصرار على التحصين بهذه الأجزاء المتبقية دكتور أسامة؟ ماذا ينتظرون؟ على ماذا يعولون؟ يعني من المؤكد أن هناك مجموعات من الأجانب أو الذين يعني انجرفوا بعيدا في الإطار التحالف مع المجموعات الإرهابية أو الجهادية العالمية كما يطلق عليها، وهؤلاء يدركون بأن مصيرهم سيء جدا حتى لو تمكنوا من الفرار إلى الخارج. يعني يدركون جيدا بأن التركي أيضا لا يرحب بهم، بأن الغرب الذي استخدمهم في إطار هذا المشروع يخطط لتصفيتهم عندما ينتقلون إلى داخل الأراضي التركية أو إلى أي ملجأ آخر، وبالتالي فهم يشعرون بأن لا خيار أمامهم إلا الاستعصاء في أماكنهم. ولكن طبعا يبدو واضحا بأن المقاتلين السوريين بغالبية منهم وخاصة الذين ليسوا منخرطين مباشرة في التعاطي مع تنظيم داعش الإرهابي أو تنظيم جبهة النصر الإرهابي، هم يريدون تسوية أوضاعهم، ووجدنا أن هناك عدد كبير منهم خرج من الأحياء المحاصرة وسلم نفسه وأقدم على تسوية وضعه مع الجيش العربي السوري. من بقي هم من غير السوريين من وجهة نظرك؟ لا أكيد فيهم سوريين أكيد، بس في يعني ما يحدث الآن بأن هذه المجموعات غير السورية تمارس دور لجان الانضباط أو دور التخويف للمجموعات الأخرى وتمنعها من الانطلاق نحو التسوية والتفاهم مع القوات الجيش العربي السوري. يعني إما يخوفونهم بالقتل أو بالنيل من أقاربهم إذا ما خرجوا دون هؤلاء الأقارب والعائلات، أو أنهم يقومون يعني حالة ضبط للمناطق التماس. يعني هم ما يسمى بالانغماسيين أو الأجانب، أحيانا التركستانيين لربما هم الذين يقومون بدور حراسة مناطق التماس، وبالتالي يمنعون الآخرين من الانطلاق نحو المناطق المحررة تحت طائلة تصفيتهم وأطلاق النار عليهم بشكل مباشر. وهم أيضا حاولوا بالقيام بمثل هذا السلوك الإجرامي حتى مع المدنيين الذين حاولوا الخروج من أحياء حلب، وطبعا فشلوا لأن العديد منهم انشغل الآن في المعارك المستمرة، والبعض الآخر انسحب من المناطق التي تسمح له بإعاقة خروج المدنيين، وهذا ترتب عليه خروج أعداد كبيرة جدا من المدنيين الذين كانوا عالقين تحت سيطرة المجموعات الإرهابية. طب ترجح أن يكون فعلا كما تتناول بعض وسائل الإعلام وبعض المحللين دكتور أسامة بأنه فعلا هناك خبراء أمريكيين وفرنسيين و بريطانيين موجودين داخل هذه الأحياء الشرقية، ما يفسر هذه الاستماتة اليوم للغرب والولايات المتحدة الأمريكية على الحصول على ممرات آمنة لهؤلاء المسلحين؟
يعني هذا احتمال وارد جدا وأظنه مرجح، لأنه حتى لو كان هؤلاء ليسوا من العاملين المباشرين في إطار الهياكل الأمنية أو العسكرية التابعة لحلف الناتو أو للاستخبارات التركية، فهم لربما يكونوا مرتزقة. يعني نحن نعلم جيدا بأن الطرف الأمريكي اعتاد خصخصة الحرب كما تسمى، يعني الشركات مثل بلاك ووتر أو خبراء سابقين متقاعدين من الجيوش الغربية يستعان بهم ويتقدم لهم رواتب كمرتزقة لتدريب والتخطيط للمجموعات الإرهابية الموجودة في أحياء حلب. وطبعا هذا كما تفضلت يبرر ويفسر الإصرار الشديد على محاولة منحهم ملاذ ومخرج من هذه المناطق. وطبعا من المؤكد أن الأطراف المنخرطة في العدوان على سوريا، الاستخبارات التركية لربما الاستخبارات الأمريكية أيضا، هي على تواصل مع ما تبقى من يعني بقايا هؤلاء المسلحين في أحياء حلب الشرقية، ويعني تعشمهم أو تؤملهم بأنه سيكون هناك حل أو تسوية، وتطلب منهم عدم الذهاب إلى يعني تسليم السلاح إلى الجيش العربي السوري. طبعا هذا يفيد الموقف الأمريكي في محاولة إعادة طرح الورقة الإنسانية باعتبار أن هناك ما يزال يعني مدنيين عالقين في هذه المناطق، ولذلك فهم يحاولون استثمار هذا الوضع إلى آخر وقت ممكن. ولكن إلى أي حد هذه الورقة بعد بالإمكان الاستثمار فيها دكتور أسامة، في ظل ولا سيما في ظل هؤلاء المدنيين أو العشرات الآلاف من المدنيين اليوم خرجوا من هذه الأحياء الشرقية أمام عيون الكاميرات وعيون المجتمع الدولي، لطالما قال بأنهم يرفضون، هم من يرفض الخروج من الأحياء الشرقية، وبأنهم هم حواضن لهذه المجموعات الإرهابية. يعني من المؤكد أنه يوما بعد يوم أو حتى ساعة بعد ساعة تصبح إمكانية الاستمرار في الاستعصاء في هذه المناطق غير مجدية وغير قابلة للمراهنة عليها، لا من قبل المسلحين أنفسهم ولا من قبل مشغليهم. يعني الأمر إن طال فلن يكون أكثر من ساعات ولا ربما أيام في أسوأ الأحوال، وسيضطر هؤلاء إما إلى تسليم أنفسهم أو إلى الخروج بشروط الجيش العربي السوري وبشروط الطرف الروسي وقوات المقاومة الرديفة للجيش العربي السوري. يعني هي هزيمة كاملة بكل ما يكلم من معنى، لا يوجد هناك أي مجال لفرض شروط على الطرف المنتصر فيها، ويعني هناك انسداد كامل في أفق محاولات فك الحصار عن هؤلاء المسلحين، وبالتالي لم يبقى أمامهم إلا تسليم أنفسهم أو الخروج بشروط الجيش العربي السوري. نعم. تنضم لنا عبر الهاتف أيضا من دمشق الدكتورة أشواق عباس، أستاذة العلوم السياسية في جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب أيضا. أهلا ومرحبا بك دكتورة أشواق. مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين الكرام. مرحبا، اليوم يوم سوري بامتياز، فنصر دائما لأنه، وخلي اسمحي لي بس بلش نبارك للجيش العربي السوري، هن كل جندي قدم ألا ولو حبة عرق كرمال حلب وكرمال كل أرض سوريا. اليوم يوم حلبي بامتياز، مجلس الشعب اليوم خلال جلسته لعقدة اليوم بدأ بكلمات خاصة عن انتصار حلب. حلب ليست انتصار عسكري عادي، حلب ليست انتصار سياسي عادي، حلب اليوم تعيد رسم الخارطة السياسية والتوازن العلاقات في كل دول العالم. فهنيئا لأهل حلب الصامدين، وهنيئا لكل السوريين اللي كانوا بانتظار هاللحظة، والتهنئة الأكبر طبعا لقائدنا، لقائد الجيش العربي السوري وقائد الدولة سيادة الرئيس بشار الأسد، والتهنئة موصولة بكل تأكيد وعيد لكل جندي سواء كان ضابط أو صف ضابط أو عنصر، التهنئة لهم بالدرجة الأساسية بالتأكيد. وإلى أي حد نحن اليوم فعلا أمام نقطة تحول بارزة وهامة في مسار هذه الحرب على سوريا دكتورة أشواق؟ يعني ما قبل حلب ليس كما بعدها، ليس كذلك؟ بكل تأكيد ما قبل حلب يختلف عن ما بعد حلب تماما. يعني هذه الفكرة البعض يعتقد أنها نتاج يعني انتصار عسكري يومين أو ثلاثة أيام. أنا بس بدي أوجه الفكرة التالية، حلب كانت تخاض فيها نوعين من المعارك، المعركة السياسية كانت أشد من المعركة العسكرية، وهذه المعركة لا تخاض فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى الدولي وفي الأرقة الدولية، في أرقة الأمم المتحدة بذاتها، في جنيف، في كل اللقاءات اللي كانت تحاول الضغط أو الابتزاز في الحرب على سوريا. اثنين، المستوى الثاني هو المستوى العسكري الذي كان يقوم به الجيش العربي السوري. كل انتصار عسكري كان يحققه الجيش على الأرض كان ينعكس بالسياسي، وكل انتصار سياسي يحقق المفاوض السوري أو جميع الحلفاء مفاوضين الحلفاء كان ينعكس في الميدان العسكري. حلب حجم الانتصار فيها ليس وليد مبارح وقبل مبارح أو من أسبوعين عندما بدأ تداعي السقوط العسكري للمجموعات الإرهابية المسلحة. أنا بدي وصل الفكرة التالية، ما أنجز في حلب خلال أسابيع الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين ثمرة تخطيط
واستراتيجية عمرها أكثر من 4 شهور عسكرية في الميدان الحلب. يعني أنا بكلام تم نقله من ضباط كانوا ميدانيين يقول لي أي معركة كان يخطط لها كان تحتاج أحيانا إلى 2 أو 3 شهور حتى يحسب كل الأعدادات اللوجستية. لذلك حلب اليوم تنتصر لسببين أساسيين. أول شيء إرادة السياسة السورية بالاتفاق مع كل المحور الذي تقوم سوريا بالعمل فيه اليوم، وإرادة القوة العسكرية، أتكلم هنا عن الجيش العربي السوري والحلفاء الذين يقاتلون مع الجيش العربي السوري. نعم. وإذا كنا على مشارف نهاية المعارك الميدانية دكتورة أشواق، ماذا عن المعارك السياسية التي حقيقة كما قلت كانت في أوجها بالأيام الماضية وفي الأشهر الماضية حول مدينة حلب على وجه التحديد، وكان يستخدم فيها بقوة من قبلهم الملف الإنساني لأهالي مدينة حلب؟ هلا الملف الإنساني تحديدا لم يعد أحد يستطيع أن يتحدث به، لأنه نحن كان واضح عنا خلال العملية العسكرية التي أنتجت هذا الانتصار الكبير أنه كان الملف الإنساني في قمة أولويات الجيش العربي السوري، وكان واضح جدا أن من يقوم باستهداف المدنيين على المعابر الخروج على البوابات الخروج كان المسلحين، وكان هناك إصدار فتاوى أنه سيقوم بإعدام كل من يقترب من المعابر أو بوابات الخروج. هذا أولا. اثنين، ما في حدا بيقدر يحكي الآن بالملف الإنساني مع خروج أكثر من 100,000 مدني تقريبا من حلب وذهابه باتجاه الجيش العربي السوري، والأحاديث التي رويت بالعين المجردة، يعني أمام شهادات حية وليس شواهد عيان كما كان يتم استخدامهم سابقا. نقطة ثالثة، خليني أرجع معك بالذاكرة إذا تتذكري قبل تقريبا سنة وكنا على مشارف إعلان يعني معركة حلب الكبرى. كنت حضرتك تماما طرحتي عليه السؤال التالي، دكتورة هل أمام حلب يعني أيام يعني ما توصيفها، فقلت لك عصيبة جدا، على اعتبار أنه حلب إذا تم الانتصار في حلب فهذا يعني تغيير الواقع الاتفاق السياسي العالم مستوى العالمي، لم يعد الآن اليوم مسموح لأمريكا أن تستفرد في القرار السياسي العالمي حتى ولو هددت بكل قوتها العسكرية. اليوم أرى أنا يعني أتحدث اليوم بمعنى السياسي الآن أن كل المراهنات والمعايير التي قدمت على المستوى الدولي، هناك معايير قدمت للتعامل مع الملف السوري، كل هذه المعايير التي تم المراهنة عليها من قبل القوى الكبرى خاصة القوى الأمريكية وكل الدعم والتحشيد العسكري والسياسي الذي جرى على الأرض وحتى التحشيد اللا أخلاقي الذي جرى في الأروقة الدولية كلها يعني سقط. اليوم لم يعد مسموح لأحد أن يتدخل في الشؤون السيادية للدول. اليوم نشأ تيار، أنا في معت يعني ما في أقول الآن حلف كامل يعني كامل القوام متجانس كامل، لكن استطيع أن أطلق عليه تعبير تيار. هذا التيار يريد تعزيز فكرة الشرعية الدولية على اعتبار أنها الطريقة الوحيدة من أجل تحصين سيادة الدول وليس فقط استخدام القوى العسكرية. باعتقادي الشخصي الأيام المقبلة ستحمل، يعني أتكلم عن فترة قد تكون أشهر أو سنوات قليلة يعني ليست بالطويلة، سنشهد ولادة حلف متكامل هو سياسي قبل أن يكون اقتصاديا وعسكريا يدعم مبدأ الشرعية الدولية، وقد يكون أكثر أهمية حتى من الأمم المتحدة في هذا الصدد. نعم سنتحدث أكثر ونفصل، ولكن ابقوا معي ضيوفي الكرام دكتورة أشواق عباس وأيضا ضيفي في الاستوديو دكتور أسامة دانورة. نذهب إلى موفدة الإخبارية السورية ربا الحجل التي كانت قد وثقت في باب أنطاكيا بحلب انتصارات الجيش العربي السوري. نحن الآن وبالقرب مما كان ينقل الزميل ربيع ديبي قبل قليل على الهواء من باب أنطاكي، وهو ضمن الأحياء المهمة جدا والقديمة جدا في المدينة القديمة في حلب. طبعا هذه الأحياء التي شهدت معارك قاسية وكانت خطوط تماس مباشرة وجها لوجه مع الإرهابيين، يعني نحن نتحدث ربما عن مسافة أمتار قليلة كانت تفصل ما بين الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية. المكان الذي نقف فيه حاليا هو سطح الجيش العربي السوري تحريره نتيجة تداعيات تحرير بستان القصر وبعض المناطق المحيطة. يذكر بأنه عن طريق كاميرا ضياء لو سمحت فقط نعطي جولة لهذه الأحياء، هذه الأحياء التي أعاد لها الجيش العربي السوري السيطرة عليها وتحريرها، وهي من الأحياء والمناطق في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة حلب، حيث أعاد الاستقرار سريعا فقط والتذكير إلى أحياء الشيخ السعيد، الشحادين، منطقة الإسكان، كرم الأفندي، كرم الدعدع والصالحين، وصولا إلى جسر الحج والجلحوم أو الجلومة عفوا وباب المقام والفردوس وقلعة الشريف، وتقدمت بعد ذلك باتجاه الكلاسة وبستان القصر وسوق اللهال الذي يبدو بأننا يعني على بعد أمتار من عدسة ضياء، ولاحقتهم حتى السكري، المشهد، العامرية، كلها هذه المنطقة تسمى الأنصاري وسط انهيارات كبيرة
كبيرة في صفوف الإرهابيين. طبعا وحدات الجيش العربي السوري، وحدات الهندسة بالتحديد، بدأت فورا بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والساحات قبل اندحارهم. إذن القسم الجنوبي الشرقي من مدينة حلب يعاد تحريره بالكامل تقريبا ما عدا أمتار قليلة حتى نعلن مدينة حلب محررة نهائيا من الجماعات الإرهابية المسلحة. دكتور أسامة، يعني لطالما كان كل ما كان هناك تصعيد في الميدان وانتصارات في الميدان، كان هناك تصعيد بالاشتباك السياسي الذي لم يتوقف ولا لحظة بالتوازي مع الاشتباك في الميدان. اليوم إلى أي حد هناك حالة من التخبط حقيقة لدى الغرب، لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا التي لازالت حتى هذه اللحظة تتحدث وتحاول بإطار تفاهمات واتفاقيات مع الروسي؟ ما فائدة كل هذا اليوم دكتور أسامة، وما مصيره حقيقة بعد هذه الانتصارات بمدينة؟ يعني طبعا نحن على الرغم من ضخامة وجذرية الإنجاز فيما يتعلق بتحرير مدينة حلب، علينا أن نتحلى بشيء من الواقعية السياسية، وكما قال السيد الرئيس بأن تحرير حلب هو انزياح وتغير هام جدا في المشهد، ولكنه ليس نهاية الحرب الإرهابية على سوريا. طبعا هناك استمرار لهذه الحرب عديدة بأساليب عديدة أكثر من أن تعد أو تحصى حتى الآن. يعني ما نحن أمامه الآن هو تحييد قسم كبير من الدعم القادم من الطرف التركي، سيبقى أيضا التدخل التركي في المنطقة ما بين جرابلس وعزاز، التدخل المباشر بهجوم القوات التركية، وسيبقى أيضا موضوع محافظة إدلب قبل القضاء على تنظيم جبهة النصر الإرهابي وتحييد العمل التركي. وتحركت بسرعة تركيا حقيقة بعد تماماً. يعني الانتصارات الأخيرة وقرب الإعلان. الفكرة اللي كنت عم أقولها قبل شوي إنه لما تتحرك الروسي نحو أمر واقع، فرض أمر واقع جديد على الأرض باستخدام القوة العسكرية دون مراعاة الاعتراضات الأمريكية، يحاول الأمريكي الآن، وبالأحرى هو أطلق جميع ما تبقى لديه من أوراق دفعة واحدة. يعني إحدى هذه الأوراق كانت إعلانه عن استئناف التسليح للمجموعات الإرهابية، ورقة أخرى كانت إعطائه الضوء الأخضر بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم داعش الإرهابي لمهاجمة مدينة تدمر، وأيضا كان هناك إعطاء ضوء أخضر أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر للأتراك لمهاجمة مدينة الباب. فإذا هو أطلق جميع ما تبقى لديه من الأوراق لكي أو نكاية بالتصرف أو الإقدام الروسي السوري على تحرير حلب دون مراعاة الاعتراضات الأمريكية التي كانت تحاول تسييل الحالة الإرهابية بشكل معطى سياسي في ما يتعلق بالمسار التفاوضي أو المسار السياسي ما بين الروسي والأمريكي. طبعا الطرف الروسي أكد على لسان وزارة الدفاع، متحدث باسم وزارة الدفاع، بأنه يعني لو لم يكن هناك توقف عمليا من قبل الطرف الأمريكي عن الغارات والجهد العسكري الموجه ضد تنظيم داعش لما كان تم الهجوم على تدمر، وبأن الدواعش كانوا مطمئنين تماما بأنهم لن يتم استهدافهم أثناء حشدهم لهذه القوى التي استهدفت مدينة تدمر. فإذا كما ذكرت صحيفة الأخبار، هو محاولة لإخراج، حاول الأمريكيون إخراج تنظيم داعش الإرهابي من غرفة الإنعاش أو من حالة الإنعاش، وإعادة تفعيل دورها لتعويض وتخفيف الضغط عن المجموعات التي هي في طور الهزيمة قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة في المناطق الشمالية في سوريا، إن كان في حلب الآن وإن كان لاحقا بإذن الله قريبا في محافظة. طب خلينا نعرف رأي دكتورة أشواق عباس بهذه النقطة تحديدا. دكتورة أشواق، إلى أي حد اليوم إطلاق يد كل أذرع الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الانتصارات بمدينة حلب، إن كان داعش باتجاه تدمر أو حتى تركيا باتجاه مدينة الباب، والحديث عن استمرار أو رفع الحصانة عن تسليح المجموعات الإرهابية المسلحة، هو حقيقة دليل على الخسارة في الميدان، وأيضا الخسارة ليس فقط في الميدان العسكري وإنما الخسارة في الميدان السياسي. خلينا نبلش يعني حتى نجاوب بطريقة منطقية وعقلانية على هذا السؤال بالضبط. خلينا نبلش من رقة، أو ما أطلق عليه بعملية بين قوسين تحرير رقة، وأنا طبعا أسميتها وأعلنها مرارا وتكرارا ليس تحرير رقة بل إعادة احتلال الرقة. تمام. كان مطلوب منا يعني هو أخذ الضوء من حلب، خاصة أن الإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن الروس بالدرجة الأساسية
عبر دعمهم للدولة السورية والجيش السوري غير جادين للذهاب حتى النهاية في تحرير حلب. كان يعتقدون أنه إذا تم إعلان عن ما يسمى بتحرير رقة أنه قد يضغط على الدولة السورية والروسي في العودة عن هذا القرار، وهم اعتقدوا أن الموضوع لن يأخذ أكثر من إعلان إعلامي بروباغندا. هلا هيدي اول مؤشر على اهميه ما جرى في حلب. اعلن تم الاعلان عما يسمى بتحرير رقه، او انا بقول لك برجع باكد عليها اعاده احتلال رقه من عن طريق ما يسمى بقوات التحالف. هيدا اول نقطه. النقطه الثانيه، ما جرى بالامس وما قبل امس في تدمر، يعني هذا بيؤدي للفكره التاليه ان ما يجري في حلب هو خطير جدا، خطير على الغرب بالدرجه الاساسيه امريكا، والدليل على ذلك هو تصريحات كيري نفسه عندما قال انه هزيمه المسلحين في حلب لا تعني نهايه معركه سوريا. هذا التصريح يجب ان يتوقف عنده كثيرا. الامريكي حتى يعني الشيء ما قدر يستوعبه مسبقا انه قد تذهب حلب، الان يقول حتى لو ذهبت حلب ان انا مستمر في المعركه. فيما يتعلق بداعش، موضوع داعش موضوع مختلف اخر. هو يعني الامريكي بيستثمر فيه، لكن داعش هو مشروع قائم بذاته، يعني مشروع يمتلك رؤاه، يمتلك ادواته، وهو يريد انتاج مشروع خاص في المنطقه. امريكي يدعمه عندما يرى ان ذلك في مصلحته، مثل ما جرى في انتصار كبير بحلب، اذا الان ضروره انعاش داعش. لكن هذا المشروع الارهابي هو قائم بذاته، سواء كان موجود امريكي او غير موجود امريكي. انا لا اريد من احد ان يقلل من خطوره داعش، ولا اريد من احد ان يعتبر داعش مجرد مجموعات مقاتله مسلحه تنتقل من مكان لمكان اخر. لذلك تم التعامي عن دخول دواعش من الرقة ومن دير الزور ومن العراق باتجاه تدمر، من أجل يعني حتى وأن عندما حدث الانتصار في حلب، يعني خليني أقول محاولة إزالة هذا اللون عن هذا الانتصار لا أكثر ولا أقل. أنا لا أريد أن أخلط بين المشروعين الأمريكي والمشروع الإرهابي الداعشي، كلاهما مشروعين قائمين، لكن الأمريكي يستثمر في داعش عندما يرى في ذلك في مصلحته، ويهاجم داعش ويحاول ان يقول انه يقاتل داعش انما يجد ان ذلك في مصلحته ايضا. لن نفصل بين المصلحه الامريكيه وهذا التنظيم او تحريك هذا التنظيم ببعض الاوقات والمطارح التي تشعر بها الولايات المتحده الامريكيه بانها باتت تخسر. دكتوره اشواق قيمعي، هي لا تحركه، هي ما بتحرك. الامريكي ما بيحرك داعش، معنى انه بيعطيه القرار الاوردر. الامريكي يعني بيغطي على داعش عندما يريد ان يتحرك داعش، لانه تحرك داعش بيصب نعم، ولكن اقتناص الفرص دكتوره اشواق، يعني ان يتحرك داعش بهذا التوقيت تحديدا، الا يعني بانه هناك تنسيق حقيقه بينه وبين الامريكي، ان يستشعر بانه الولايات المتحده الامريكيه لن تعترض دخوله من العراق باتجاه تدمر، لن تعترض تحركه من الرقه ومن دير الزور؟ هذا يؤكد ويوحي ويؤشر على انه هناك تنسيق امريكي داعش عايشي حقيقة. هو تماما يشبه الحالة التي حدثت من قبل شهرين أو أكثر قليلا، عندما قامت طائرات أمريكية بالاعتداء على في منطقة في محافظة دير الزور وتحديدا على جبال السردة. جرى الاعتداء الإرهابي، تخرج الطائرات الأمريكية، تدخل داعش. يعني أنا في عندي هون القدرة على استنزاف المحيط اللي موجودة فيه. هيدي الفكره بتلعب عليها الامريكي وبيلعب عليها داعش بطريقه ذكيه جدا. انا ما بدي اقول داعش اخذ اوردر من الامريكي، لكن داعش يدرك تبع الامريكي لن يمانع في هذه اللحظه من دخول تدمر، لذلك ذهب باتجاه تدمر. هو يدرك اين تكمن الان حاجه امريكا في المنطقه. حلب الان يعاد تحريرها، اذا الامريكي في مأزق، اذا يمكن لداعش ان يتحرك. نعم، هي المعادله اللي في وصلت لك اياها بين الامريكي وبين داعش. لكن داعش مشروع قائم بذاته، يعني دواعش يعني هو فكر، هو ايديولوجيا قبل ان يكون مجرد اداه في السياسه الخارجيه الامريكيه. نعم، ابقى معي وسمحتي دكتوره اشواق، تعليقك دكتور فعلا هذا التحرك الداعشي هو اقتناص للحظة من قبل هذا المشروع القائم بحد ذاته كما وصفته الدكتورة أشواق. إلى أي حد هناك تنسيق اليوم بين هذا المشروع وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هناك تبادل للتخادم ما بين الطرفين بكل تأكيد، يعني قد لا تكون، يعني سواء كان ما يطلق عليه ما يمكن أن يسمى أنه رقصة غير تلامسية أو نون تاتش دانسينج، يعني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين داعش، أو كان هناك علاقات استخبارية عبر اختراق الاستخبارات المركزية الأمريكية لكوادر داعش، فالأمران سيان في النهاية. هناك توظيف أمريكي مباشر أو غير مباشر للمشروع الإرهابي الداعشي، وأيضا لمشروع النصرة في سبيل خدمة
المصالح الأمريكية عندما يكون الأمر يتطلب ذلك، وعندما لا يكون الأمر يتطلب فطبعا النهاية المحتومة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية هي القضاء عليها. يعني هذا الأمر مبرمج ومخطط مسبقا ضمن المشروع الأمريكي. طبعا علينا أن لا ننسى أن يعني الجيش الأمريكي في العراق وفي سجن بوكا بالتحديد، وكما أفادت بذلك اعترافات يعني الذين تم توقيفهم من تنظيم داعش الإرهابي، غضت النظر وتحت أعين CIA كان هناك يعني تزاوج عمليا ما بين ضباط جيش صدام حسين وخاصة ضباط الاستخبارات وما بين المتطرفين الجهاديين الآتين من كل مناطق أو كل مشارق الأرض ومغاربها، بما في ذلك السعوديين القطريين الأفغان، كل هؤلاء تم وضعهم في سجن واحد وفي زنازين متصلة، حتى أنه يعني كان يطلق على سجن بوكا بأنه الأكاديمية كما أشار إليه يعني مؤسسي تنظيم داعش الإرهابي، هو كان أكاديمية لتحويل الكوادر العسكرية إلى حالة التطرف الوهابي تمهيدا لاستغلالها لاحقا. وطبعا علينا أن ندرك بأن تحول مشروع المقاومة العراقية من استهداف الاحتلال الأمريكي إلى الحالة الطائفية تم بأصابع أمريكية لا تخطئها العين. يعني وجود طبعا تم ذلك عن طريق الاستخبارات السعودية والأردنية، يعني تم نقل الزرقاوي والدفع به إلى داخل الحالة المقاومة في العراق لتحويلها إلى حالة طائفية تستهدف الطوائف الشريكة في الوطن، يعني لتحويل البندقية العراقية من اتجاه العدو الأمريكي نحو التقاتل الداخلي وشق الوحدة الوطنية العراقية. وهو كان يعني التمهيد الحقيقي لظهور تنظيم داعش في مرحلة لاحقة. ضيوفي ابقوا معي لو سمحتم، وأيضا مشاهدين نذهب إلى موفد الإخبارية السورية عبد الزمام الذي كان قد التقى عددا من رجال الجيش العربي السوري، نتابع. نحن متواجدون في هذه المنطقة التي أعادها أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحلفاء إلى حضن الوطن. بخلفي تماما هي منطقة المشارقة التي حررها أبطالنا بالأمس من براثن التنظيمات الإرهابية. تحكي لي اليوم وقت اللي امبارح دحرتوا آخر واحد من هؤلاء الإرهابيين التكفيرين، شو كان شعوركم؟ كان شعورنا أنه نحن عم ندافع عن هذا الوطن بشرف، عم ندافع عن أرضنا وعرضنا. اليوم نقول أن هذا الوطن يعرف قيمة النصر الكبير الذي قدم رجالات الله، رجالات الجيش العربي السوري أكبر التضحيات ليصنعوه وساما يباهي به الأولين والآخرين. نحن ضلينا من بداية الأزمة، سواء كنا في منازلنا أو كنا خارج نطاق المنزل، كنا مقاومات صامدات. الوطن بحاجة لأن لسيدات. أيضا المواطنون في مختلف المحافظات السورية حيوا في لقاءات مع مراسلي الإخبارية السورية انتصارات الجيش العربي السوري، وأكدوا على مواصلة المعركة حتى تحقيق الانتصار الكامل. لحلب أقول أودعت روحي بحلب، أنا ابني استشهد في كلية المشاة بحلب وجسمانه الطاهر دفن في كلية المشاة. أقول لشهدائنا الأطهار ولمجد الروح فلترقد أرواحكم بسلام. ابنك استشهد بحلب؟ ابني استشهد بحلب بكلية المشاة في 12-12 في هذا اليوم، في يوم استشهاده يوم انتصار حلب. اليوم الشهداء مبتهجون، دمهم لم يذهب هدرا. اليوم الجيش العربي السوري سحق هؤلاء الإرهابيون. نحن كتير مبسوطين بهذا الانتصار، ونحن بنحيي الجيش والمقاومة ومحاروا المقاومة، ومثل ما وعد الرئيس بشار الأسد حلب بعيوننا وعد وأوفى، ونحن بنشكر الجيش وبنشكر يعني هذا الانتصار كتير كبير وكتير يعني عطانا أمل أنه خلص الأزمة خلصت، وإن شاء الله الانتصارات بتتوالى لكل أنحاء سوريا إن شاء الله يا رب. ونهنئ الجيش العربي السوري بهذا الانتصار الأسطوري، وكمان نهنئ الحلب بالمقاومة الأسطورية، وإن شاء الله يا رب بأقرب وقت يرجعون على بيوتهم، وألف ألف مبروك، وإن شاء الله إن شاء الله سنة جديدة هاي سنة خير وانتصارات إن شاء الله. ومبارك الجيش العربي السوري جهوده، ومبارك ثالثا للرئيس بشار الأسد، ونقول للعرب دول الخليج وأمثالهم أعداء سوريا إنه اليوم حلب وبكرة إدلب إن شاء الله. الحقيقة إنه صار انتصار كثير عظيم، بهني سوريا وبهني حلب على هذا الانتصار، وبحيي الجيش العربي السوري الصامد في وجه المنذلين والمنحطين والأنذال والخونة. نحيي حلب، حلب
هي الصمود، هي أركان سورية، وإن شاء الله النصر القادم والأخير ما بصح غير صحيح. دكتورة أشواق، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك أو غض الطرف في بعض المناطق لهؤلاء لخلط الأوراق اليوم، أي مكسب سياسي تستطيع اليوم تحقيقه وهي بأيامها الأخيرة حقيقة، وهناك إصرار على ما يبدو من قبل الجيش العربي السوري وحلفائه والروسي تحديدا على حسم المعركة بالكامل في مدينة حلب؟ هلا خلينا نقول انه تقريبا المعركه في المدينه تقريبا حسمت بالكامل الان باعتقادي. الاولويه الان تذهب باتجاه الريف ومن ثم ادلب بالدرجه الاساسيه، على اعتبار ادلب اصبحت اليوم نقطه تجميع كل ارهابيين من كل الذين اتوا من كل انحاء العالم الى سوريا، تم تجميعهم من كل انحاء سوريا الى الان الى هذه المدينه. هذا اولا. اثنين، فيما يتعلق بخساره الامريكيين، انا ماني مع انه نطرح الفكره دائما بالمعنى المطلق، يعني انا لا استطيع ان اقول ان الامريكي خاسر بالمطلق ولا استطيع ان اقول انه ربح. هلا الهدف الاساسي اللي كان الامريكي يسعى اليه في سوريا، نعم خسر به، هو تدمير الدوله السوريه، هذا متفقين عليه. لكن بالمقابل يعني انا عندي الان مشكلات كبيره جدا. اليوم الامريكي يعول على نقطتين اساسيتين، وانا برجع بعيده وباكدها وما راح احمل حضر احكي فيها دائما، يعول على استبدال فكرة الإرهاب أو الحالة الجهادية إنه نستخدمه في بداية الحرب على سوريا كأدوات، تمام؟ يعول عليها لأنه الإرهاب أصبح مصطلح مرفوض دوليا، يعني ما بقى بس مجرد تقولي إسلام سياسي أو إرهاب أو جماعات تكفيرية، أصبحت مرفوضة حتى لو كانت يعني من كان وراها أو ما هي من بدها أو أساسها. ولهذا ربما هذا الإصرار الأمريكي على تلميع صورة بعض الفصائل الإرهابية وتسميتها بالمعارضة المعتدلة، وكانت هذه النقطة الخلافية بينه وبين الروسي حقيقة في أي مسار لتفاهمات أو اتفاق. حتى نكون صادقين جدا، الأمريكي تجاوز هذه النقطة. يعني الخلاف مع روسي كان أنه ما عنده قدرة يفصل بين القوائم ما يسميها بالمعارضة المعتدلة، تمام، مسلحة، وما يسميه بالإرهابيين، ما عنده قدرة يفصل. فالأمريكي يعني بسرعة بداهته تجاوز هذا الأمر إلى اختراع الآن مصطلح جديد، ما عاد هو مضطر يقول أنا مع المعارضة المعتدلة ولا ماني مع المعارضة المعتدلة، هو الآن يتحدث عن شيء اسمه القوى المحلية. يعني الأمريكي يستطيع الآن أن يضحي بكل القوى المعارضة المعتدلة المسلحة اللي هو أنت جماعة بده إياها، وممكن يسميها إرهابية، لأنه بنى الآن فصائل جديدة تقوم على مفهوم القوى المحلية، يعني أجزاء من الناس من مواطني هاي الدولة. وأنا أتكلم هنا عما يسمى بميليشيات قوات سوريا الديمقراطية. هيدي ما حدا تقول عنها إرهابية، لأنه هي مكون أساسي من مكونات سوريا، جزء من الأكراد. لا أتكلم عن الأكراد، أتكلم عن ميليشيات مسلحة لدى الأكراد، تمام؟ فأمام روسيا يقول هذا جزء من السوريين، ما لا من برا، وليسوا متطرفين وليسوا إرهابيين. إذا الأمريكي تجاوز فكرة المعارضة المعتدلة المسلحة إلى إنتاج مصطلحات جديدة هي اسم القوى المحلية، المعركة القادمة ستكون مع القوى المحلية. نعم، والتركي اليوم موقفه من كل هذا دكتورة أشواق، خسائر الفصائل التي دعمها في تركيا، وأيضا هذا الدعم للتركي الذي كان هو حليفه الاستراتيجي حقيقة لعدوه الاستراتيجي إذا صح التعبير، هو الفصائل الكردية. يعني ما بين هذا وذاك، كيف سيتحرك التركي اليوم، على أي قاعدة؟ خليني أعطيكي معلومة، أو هالمعلومة كان موجودة عند الكثيرين، لكن خليني الآن أحكيها عبر شاشة التلفزيون الإخبارية. أول شيء، الحلم التركي بحلب هو حلم قديم جدا، يعني ليس وليد ما جرى الآن. أولا، حتى هاي اللحظة في موازنة الدولة التركية في شيء اسمه موازنة ولاية حلب، موازنة ولاية الموصل، الموجودين حتى هي لحظه بالموازنه اللي ترصدها الحكومه التركيه حتى اليوم، تمام. حتى الان هناك شخصان، احدهما يسمى والي حلب والاخر يسمى والي الموصل. اذا تركيا تريد، كانت تحتاج الى تنتهز اي فرصه كتدخل من اجل ان تضع حلب تحت يدها ومن ثم الموصل. هذا الامر لم يتم. اليوم التركي، انا ما بقول انه عم يخسر في خساره الجماعات الارهابيه المسلحه، بالعكس، التركي عن طريق الجماعات الارهابيه المسلحه استخدمها كجسور الدخول كقوة احتلال إلى سوريا. اليوم تركيا يحتل جزء من سوريا في الشمال، نعم. لذلك هو اليوم لم يعد يريد أن يراهن على المجموعات، أصبح يراهن على القوة العسكرية الخاصة في اللي فات فيها على الأراضي السورية محتلا. أنا اليوم علي مواجهة احتلال جديد، يعني أنا بس أدي أخلص مجموعات الإرهابية المسلحة،
من القوى المحلية اللي عم يتم تغذيتها واستثمارها من قبل القوى الأمريكية وتنادي بأفكار انفصالية عن الدولة السورية، تريد أن تشتري جزء من السيادة السورية وتسميها إقليم بحكم ذاتي وما ذلك. اليوم أنا عندي كمان مواجهة احتلال تركي، فاليوم التركي استفاد من الضغط الأمريكي الذي أنتجه التدخل الروسي، الأمريكي استفاد من الدخول التركي الاحتلال التركي، لذلك اليوم اللعبة مركبة على عدة مستويات وليست على مستوى واحد. نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر الدكتورة أشواق عباس، حضرتك عضو مجلس الشعب وأستاذة في العلاقات الدولية بجامعة دمشق، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا باستديو الحدث لهذا اليوم. مشاهدينا وضيفي طبعا، نذهب إلى هذه المتابعة لمفادة الإخبارية السورية في كناكر بريف دمشق، حيث واكب تسوية أوضاع 1500 شخص من أبناء المنطقة. تفاصيل أوفى بهذه المتابعة. بالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري على كامل الجبهات السورية، عمليات المصالحة الوطنية مستمرة. بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي تلحق أخواتها التي انضمت لحضن الوطن. اليوم انطلقت عملية المصالحة الوطنية تزامنا مع انتصارات الجيش العربي السوري على عدة جبهات سورية. نحن الآن في أحد النقاط العسكرية القريبة من بلدة كناكر التي ستتم فيها عملية المصالحة الوطنية التي تمت برعاية سورية بامتياز من قبل لجان المصالحة الوطنية. وفود رسمية وشعبية شاركت في عملية المصالحة بعد أن قام مئات من المطلوبين بتسليم سلاحهم وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يعكر صفو الأمن والاستقرار. اليوم انطلقت هذه العملية في بلدة كناكر والتي كنا نعيش فيها فترة طويلة، وكنا متعاونين مع بعضنا البعض وجادين في مجال الوصول إلى هذا الوقت. ونحن في لجنة المصالحة الوطنية اتفقنا مع كافة المسلحين الموجودين في بلدة كناكر على تسوية الأوضاع. من أهالي بلدة كناكر موجودين، فتم التواصل معهم من خلال مجموعة من الوجهاء الموجودين قاموا بها العملية، تم التواصل معهم والتوصل إلى حل إن شاء الله أرضى جميع الأطراف في البلدة وفي بالنسبة لمؤسسات الدولة أيضا. عملية المصالحة انطلقت في كناكر وستكون على عدة مراحل حتى الانتهاء من كل مظاهر السلاح في البلدة وتسوية أوضاع جميع المطلوبين. ذكر بأن أكثر من 1500 شاب سيتم تسوية أوضاعهم في هذه المصالحة. سنتعرف على بعض الشباب اللي قاموا بتسوية أوضاعهم في هذه المصالحة. نتعرف عليك. براء الحواري. أهلا وسهلا فيك براء. اليوم سويت وضعك بهيدا المصالحة الوطنية، شو شعورك؟ شو بتحكي بهيدا اليوم؟ نحن كنا من الطرف الآخر وحبينا نرجع لحضن الوطن لتسوية أوضاعنا، لأنه كان مغرر فينا من الأطراف كلها، وحبينا نرجع للوطن والبلد بإذن الله ما طلعت من الأساس من حضن الوطن. نعم. طيب بالنسبة للي ما سوى وضعهم لحد هلا شو بتقول لهم؟ نحن بنتوجه لهم بنقولهم إنه يرجعوا حضن الوطن، لأنه متغرر فينا كتير والطرف الأساسي هو الجيش العربي السوري مو أكثر. إيه نعم، نرجع لحياتنا ولحضن الوطن لأنه حضن الوطن أدفى. خلي يرجعوا لحضن الوطن ونعد لهم الأمن والأمان. بشائر النصر في حلب انعكست على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية. عمليات المصالحة مستمرة. اليوم كناكر وغدا ستلحقها بقية المناطق لتعود سوريا بلد الأمان والاستقرار. حلب فعلا حلب حزينة، يعني حزينة بتكسيرها، ضربوا الأطفال، ضربوا النسوان، ضربوا العجائز، بس نحن مع الجيش ونطلب من الله الانتصار والرب يكون معهم ويحفظهم. ما نعصي لحد ابدا، يعني الله يحمينا جيشنا يا رب، وان شاء الله يا رب هيك الخير لقدام يا رب وانتصارات قائمه يا رب.
المقاومة هو الشكر الكبير الشكر العميق لعناصر الجيش العربي السوري لكل شخص ضحى بدمه فداء لهي الوطن. نحن اليوم فرحة انتصارنا كتير كبيرة، فرحة محبتنا اليوم كتير كبيرة. هاي الأرض شبعت دم، هاي الأرض شبعت دمار، بس نحن الشباب السوري رح نعمل، رح نكون كلياتنا إيد وحدة مثل ما كنا مع الجيش العربي السوري، كنا إيد وحدة ضد الإرهاب. حالة من الصدمة والتخبط في أوساط الآلة الإعلامية التي تعمل في خدمة المشروع التدميري ضد الأمة وتقود موجات الدعاية المغرضة للتغطية على العدوان الإرهابي على سوريا، حالة أنتجتها انتصارات الجيش العربي السوري والحلفاء في حلب لا تزال أصداؤها تتردد في أنظمة دعم الإرهابي وأبواقها. أن قوات النظام والميليشيات الموالية له فضلا عن القوات الروسية يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ليس ضد أبناء سوريا فحسب وإنما ضد العالم أجمع. منجزي وعدكم سيكسر القيد ويفك الحصار ولن يسمحوا بإذن الله تعالى مهما كلفهم. إن ذنب كل السوريين ومأساتهم وعذاباتهم في رقبة هذه العصابة وفي رقبة العقيد عبد الجبار العقادي تحديدا الذي دخل حلب وأصر على دخول حلب. الأهالي الحائرون العاجزون حتى عن الهرب. الأهالي العاجزون عن الهرب كلام لم ينطلي على أحد أو حتى على من خرج من أحياء حلب التي كان الإرهابيون يتواجدون فيها. ذبحونا. أوف أنا 4 سنين محاصر مشان أولادي. لا في لا أكل ولا شرب ولا شيء طاول. الحمد لله الله صرت بخير. الله محيي الجيش العربي السوري. الحمد لله الله مدخلنا الجيش دخلنا الأمان. الله ينصر الجيش العربي السوري. ولكن لا يبقى القلق المعتاد مرتسما على جبهة الأمم المتحدة، قلق من هنا وقلق من هناك، إلا عن قلق حقيقي غائب من هذه القذائف التي ضبطت ويوجد منها المئات والتي كانت وجهتها سابقا أحياء حلب الآمنة ومدنيها، ولكن اليوم باتت قيد الضبط. عبر شاشاتهم كانوا يتوعدون ويهللون لمزيد من التخريب، وعبر شاشاتهم أيضا يخرج أزلامهم يرتدون الزي العسكري زورا ويمهدون لهزيمتهم التي باتت اليوم بيد قبضة رجال الجيش السوري. دمرت حلب وهجرت حلب ولم يبقى منها شيء وسرقت بسبب قبائل المعارضة. نعم بكلمة واحدة أريد أن أؤكد هنا إن ذنب كل السوريين ومأساتهم وعذاباتهم في رقبة هذه العصابة وفي رقبة العقيد عبد الجبار العقادي تحديدا الذي دخل حلب وأصر على دخول حلب، وأن أهل حلب يملكون كل الحق في أن يقولوا وأن يعرفوا لماذا تم دخول حلب، وربما الوقت لا يسمح بذلك. نقص في الغذاء وعدم توفر للأدوية والمعدات الطبية أيضا كانت جزءا من حملات تسولهم على أبواب الإليزي. ولا يوجد هناك مشافي ولا يوجد هناك مراكز طبية، هذه المشافي والمراكز الطبية دمرتها الطائرات الروسية. ولكن الصورة خدعتهم عندما دخلت الكاميرات ورصدت حجم الدمار الذي ادعوه في المستودعات تلك، وبات العويل على من كان الراصد للتحريض والوعيد هو الحاضر. يا عناصر الفصائل، قادة الفصائل اسنا من منادات ناديناهن كثير، وكل ما ناديناهن بالشرق بيجاوبونا من الغرب، بناديهن يتوحدوا بكون انفصلوا اكثر واكثر. كنا بنتمنى نشوف قائد فصيل واحد شجاع يطلع يحكي للناس اللي عم يصير، يطلع يحكي للمدنيين خطتهم، يطلع يفاوض على الاقل مشان اخراج المدنيين والجرحى من داخل حلب لخارجها. للاسف ما شفنا ولا قائد شجاع بيستحق الاحترام. امام الحقيقه ها هي مستودعات ضخمة لمواد غذائية كان الإرهابيون يمنعونها عن الأهالي، موادهم الإعلامية التي كانت حاضرة بمخزونها الحاقد لم تجد اليوم على شاشاتها إلا التغني بإسرائيل وقدراتها ضد المقاومة.
مش بس غارات اعترف فيها وزير إسرائيلي، الجيش الإسرائيلي نشر خريطة بتفرجيك بيت بيت حي حي. ولكن ذلك ليس بالغريب على من يعتبر إسرائيل دولة عربية ضمن مواده الفيلمية. في ترتيب الدول العربية قطر هي الأقل فسادا في المرتبة 22 عالميا، تليها الإمارات ثم الأردن في السعودية. اليوم حلب تحررت وتطهرت ولبست رداء نصرها على من حاولوا رسم السواد على جدرانها، فلهم بقوا ولا أصواتهم صدحت كما كانت، إلا أن آثارهم ستبقى الشاهد على الخراب والإرهاب. هيا من جديد مشاهدينا الكرام، ودكتور أسامة، يعني حالة التخبط لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تنفرد بها حقيقة، تبدو الحالة منسحبة إلى وسائل إعلام هؤلاء الإرهابيين، كيف تعلق على ما جاء بهذا التقرير؟ طبعا هو نهاية مشروع بأكمله، يعني طبعا المشروع الإرهابي لم ينتهي بشكل مطلق، ولكن العمود الفقري لهذا المشروع أصيب بضربة كبيرة أو كسر بتحرير حلب واستعادة حلب. بكل تأكيد يعني من المتوقع أن يكون هناك عويل وندب لدى هؤلاء أكثر مما حتى وجدناه لحد الآن، وهناك محاولات ل يعني استثمار الورقة الإنسانية والعزف على وترها، ولكن لا توجد بعد الآن إمكانية بعد أن ضحضت هذه الروايات التي تطلقها قنوات الفتنة الشهادات الحية للخارجين من مدينة حلب والذين من الأحياء الشرقية طبعا، والذين أشاروا وأوضحوا إلى أي حد كان هناك اضطهاد لهم من قبل المجموعات الإرهابية. طبعا الآن الأمين العام السابق للأمم المتحدة أصبح يعني لا ينتظر منه أساسا أن يعرب عن قلقه الآن، تسلم الأمين العام الجديد يعني منصبه، ونتأمل طبعا أن يكون مختلفا عن ما سبق في عهد بان كي مون. اليوم هناك دعاوى، يعني حقيقة نظام قطر يدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل لبحث الوضع في حلب، يعني كيف يمكن أن نعلق على هذه النقطة دكتور أسامة، سيما بأنه الجامعة العربية خلال السنوات الماضية أثبتت بأنها لا جامعة ولا عربية حقيقة؟ طبعا هي يعني كإطار سياسي هو بخدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي بشكل كامل، ولكن عمليا أي جدوى بعد كل ما قامت به الأطراف العدوان على سوريا السعودية وقطر وغيرها، أي جدوى تنتظر من هذا المنبر المستهلك المتهالك الذي لم يقدم يوما نتيجة طبعا دول الخليج، لم يقدم يوما أي فائدة للعرب، وإنما كان مسوغا للعدوان على ليبيا، مسوغا للعدوان على العراق، مسوغا للعدوان على سوريا، ولم يقم بأي جهد في الدفاع عن الدول العربية أو الشعوب العربية. طبعا عندما نتحدث عن ظاهرة جامعة الدول العربية فنحن نتحدث عن ظاهرة مشوهة، مجموعة من الدويلات أو المشيخات تأخذ 7 مقاعد في حين أنها لا تمثل في الثقل الديموغرافي والاقتصادي دولة واحدة من الدول العربية الحقيقية، إن كان سوريا أو العراق أو مصر أو الجزائر أو سواها. طبعا هذا العدد كان هناك إمكانية لتوحيدها جميعها تحت تاج واحد، تحت أسرة واحدة، ولكن بريطانيا عندما انسحبت من الخليج عام 1971 حافظت على وجود هذه الدويلات أو هذه المشيخات لكي يكون هناك عدد كبير من الأصوات لها ضمن جامعة الدول العربية، التي هي كانت فعلا بنت الترتيب الاستخباري البريطاني الذي أنشأ هذا التجمع لتزوير إرادة الشعوب العربية، وأيضا لاستخدام هذه الدول كأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي المنابر الأممية الأخرى. طبعا بكل تأكيد الآن نتنياهو بالأمس قال بأنه لا يوجد هناك لزوم لإعلان التحالف مع السعودية لأنه قائم بالفعل. هذا التخادم المتبادل ما بين السعودية وأنظمة الخليج أو غالبيتها على الأقل مع الكيان الإسرائيلي هو واضح. أيضا كانت هناك تقارير تشير إلى أن معظم النفط الذي يسرقه داعش من حقول سوريا والعراق يباع إلى الكيان الإسرائيلي بأسعار مخفضة، هذه فائدة صغيرة وتكتيكية واقتصادية بالمقارنة مع الفائدة الكبرى التي يجنيها الكيان الإسرائيلي من ظاهرة الوهابية السياسية، إن كان في تآمر السعودية
الخليجية وشركاتها الخليجيات على الأمة العربية، وإن كان في القوى الإرهابية التي تعمل على تدمير الوحدة الوطنية للمجتمعات العربية والنيل من جيوش هذه الدول العربية. وطبعا وجدنا أيضا أنه كان هناك تفجير إرهابي ضد كنيسة قبطية في مصر، أيضا لمحاولة نقل الفتنة الطائفية إلى المجتمع المصري، وهو ما يكمل عمليا المسعى الإخواني الوهابي لتمزيق المجتمعات العربية خدمة للعدو الإسرائيلي. طيب بعد هذه الانتصارات اليوم بحلب دكتور أسامة، إلى أي حد يعني الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو لا زالت تضغط باتجاه ممرات إنسانية لهؤلاء المسلحين؟ إمكانية تحقيق ذلك من وجهة نظرك، إلى أي حد ستكون فعلا هناك ممرات إنسانية لإخراج هؤلاء المسلحين بما فيهم عناصر من جبهة النصرة حقيقة، والذين رفضت روسيا بالمطلق أنه يتم إخراجهم وإنما القضاء عليهم عن مكرة أبيهم داخل الأحياء الحلبية؟ يعني كما قلنا قبل قليل بأن الطريقة الوحيدة لأن يكون هناك مثل هذه التسوية هي بشروط الجيش العربي السوري، بشروط المنتصر كما هي الحال عليه في كل يعني مفاصل التاريخ، عندما يكون هناك هزيمة بهذا الوضوح وهذه الصراحة للمجموعات الإرهابية فليست لا هي ولا داعميها في وارد فرض الشروط على الطرف المنتصر، وإنما سيكون هناك إذا كانت هناك تسوية فهي بشروط الجيش العربي السوري الكاملة، لن يكون هناك إخراج لسلاح هؤلاء، لن يكون هناك أي شرط لربما من التي حصلها الآخرون في مناطق أخرى إن كان في ريف دمشق أو إن كان في المنطقة الوسطى، لأن هؤلاء أولا هم قمة التطرف والجزرية في تعاملهم مع الجيش العربي السوري والشعب الحلبي والشعب السوري، وثانيا هم في حالة هزيمة مطلقة لا يوجد لها أي أمل أو بصيص في ضوء في آخر نفق لتحويل هذا المشهد نحو أي شيء آخر سوى الهزيمة المطلقة. أشكرك جزيل الشكر دكتور أسامة دنورة الباحث والمحلل الاستراتيجي، كنت معنا بهذه الحلقة من استوديو الحدث. شكرا جزيلا لكم. لك ومشاهدينا تذكير بالعناوين. تبقى القليل القليل من الأحياء التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة. الجيش يحكم سيطرته على بستان القصر والكلاسة وباب أنطاكيا وكامل المدينة القديمة ومحيط قلعة حلب. الرئاسة الروسية تؤكد على دعم الجيش العربي السوري حتى فرض سيطرته الكاملة على حلب. أقول لشهدائنا الأطهار ولمجد الروح فلترقد أرواحكم بسلام. مثل ما وعد الرئيس بشار الأسد حلب بعيوننا وعد وأوفى. حلب هي الصمود. المواطنون يحيون انتصارات الجيش ويشددون على إنجاز دحر الإرهاب. وكان في استديو الحدث أيضا انتصارات الجيش تنعكس تخبطا وارتباكا في آلة العدوان الإرهابي الإعلامية. ختام استديو هذا اليوم مشاهدينا، لكم تحيات الفريق العامل على طيب المتابعة. دائما يمكنكم متابعتنا عبر موقع الإخبارية السورية على شبكة الإنترنت وأيضا على الفيسبوك. بأمان الله.